فرح فقرتنا الأخيرة لليوم عن خدمات التأمين، كتير بحاجة إلى اليوم، وخاصة التأمين الصحي ضمن الظروف الحالية. كيف فينا نأمن على حالنا وعلى عائلتنا صحيا؟ رح نتعرف على هاي التفاصيل مع الدكتور رامي خوري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم. صباح الخير دكتور. صباح الخير. عم نحكي اليوم عن التأمين وأهميته. بالبداية أنواع التأمين، خلينا نعرف أكثر. نحن اليوم كخوري للوساطة التأمينية عم نقدم خدمات وساطة التأمين لكل أنواع التأمين. اليوم بهالظروف الحالية في حاجة كتير مهمة لموضوع التأمين الصحي وحتى تأمين السفر اللي بيغطي الأعراض أو الإصابات الناتجة عن وباء كورونا. اليوم قدرت شركات التأمين تطور هذا النوع من المنتجات اللي هي بتغطي هالوباء او هالجائحه، لان احنا لسه ما نزل تحت اسم وباء، لا يزال جائحه، فقدرت تغطي هالاعراض الناتجه عنه. بالاضافه لانه اليوم كمسافر اللي هو عم بيسافر بشروط صحيه انه هو ما عنده اي اعراض او اي اصابه، فعم بيكون في تأمين مسافر بغطي إذا لا سمح الله تعرض لإصابة وتبعاتها، يعني من فحوصات، من كل الأمور المرتبطة بهالوباء. كمان دكتور بدنا نعرف أهمية التأمين لكل شخص اليوم موجود، كيف بيقدر يمكن يعرف أهمية التأمين؟ لأنه كتير أشخاص يمكن بيغفلوا هاي الناحية وبيكملوا حياتهم بشكل كثير طبيعي. تمام. إنه ما نبعاز التأمين. اليوم نحن بالتأمين الصحي، التأمين الصحي بيقدم يعني تحت هالمظلة الكبيرة بيقدم مجموعة خدمات. أول شيء كأنواع هو لإله، في تأمين للأفراد وللعائلات وللمجموعات. أهمية التأمين من وين بتجي؟ اليوم التأمين هو عم بيشيل الخطر عن الإنسان، يعني شركة التأمين عم تحمل الخطر وتبعاته المالية، هي اللي عم بتشيلها عن المؤمن. فاليوم نحن إن كانت ظروف اقتصادية صعبة ولا إن كانت ظروف صحية صعبة، فهي بتتطلب اليوم أحياناً عم بتكون الإصابات ولا الأمراض بغض النظر عن عم نحكي عن كورونا، عم بتكون تفوق إمكانية الأفراد المالية إنه هن يتحملوا عليها يتحملوها. فاليوم التأمين قادر يشيل هذا العبء عن أي شخص هو بيأمن بأقساط تعتبر خجولة مقارنة بالمصاريف اللي عمها تندفع والأعباء اللي بتتكبدها شركة التأمين وقت بصير في عنده أي إصابة أو أي مرض الشخص اللي بيكون مأمن. طيب دكتور، خلينا نحكي في تطبيق عم تستخدموه حاليا بيتم عن طريقه التأمين، خلينا نحكي عن هيدا التطبيق، شو هي ميزاته؟ تمام. نحن اليوم بهالظروف وكونه المطلوب عدم الخروج وعدم قد ما فينا نعمل حجر كل واحد ببيته، نحن مطورين تطبيق اسمه خوري للوساطة التأمينية او KIB، موجود على جوجل بلاي وابل ستور. بحلقة سابقة عملنا عرض عام عنه. هالتطبيق اليوم متاح لاي شخص هو يحمل التطبيق، بيدخل على الخدمات التأمينية المدرجة ضمنه. اليوم نحن عم نحكي على التأمين الصحي، فهو بيدخل على نافذة التأمين الصحي رح يلاقي قائمة منتجات هو بيقدر يستعرضها كلياتها، بيستعرض التغطيات، بيعبي طلب، بيدخل كل معلوماته، ونتمنى تكون المعلومات والأسئلة يتم الإجابة عليها بدقة، رح يجي فورا رد بالقيمة المالية المتوجب دفعها لقاء هالتغطية اللي هو اختارها. فهو قاعد ببيته ما نو مضطر أبدا أنه يعمل جولة أو تواصل مع كل شركات التأمين 13 الموجودة بالسوق السوري. اليوم بيقدر هو ببيته يقدم الطلب ويطلب العرض المناسب ويطلع وهو قاعد وعم يتفرج على التلفزيون، قادر ياخذ قراره من ناحية أي تغطية هو اختار أو أي خدمة اختار. ولتسهيل موضوع الدفع، لأنه كمان مرتبط الموضوع الوثيقة بموضوع الدفع، هو كل شيء مرتبط بالدفع. تمام. فنحن عطينا خيارين أو ثلاث خيارات اليوم. اليوم ممكن يحولون له من خلال آلية الدفع الإلكتروني المحددة مع البنوك المعتمدة حاليا بموضوع الدفع،
او من خلال مكاتب شركة الهرم اللي لها كثير انتشار كثير كبير، او من خلال دفع مباشر، بيحكوا معنا بيجي المراسل بيقبض وبيسلمهم وثيقة التأمين مباشرة وين من كانوا بأراضي الجمهورية العربية السورية. نعم، هلا هي الخدمة هي خدمة كثير حلوة يمكن، وبتوفر على الناس النزلة بهذا الجو يمكن وبهي الجائحة، وبتوفر على الناس يمكن وقت وجهد وتعب بالأيام العادية الطبيعية. قديش شفتوا اليوم استجابة الناس لهذا التطبيق؟ والله وقديش يمكن وفر عليهم كثير من المصاريف والتكاليف؟ هلا كاستجابة يعني كبداية نحن بنعتبرها ممتازة، الحمد لله في تجاوب، الناس عم تبعت كثير طلبات واستفسارات، وهذا الموضوع إيجابي. نحن موضوع الخدمات الإلكترونية بعد الثقافة تبعيته ما أنا كثير منتشرة عنا، ولكن هو كموضوع بالبداية بنعتبره كثير ممتاز، ونحن عم نقدم ما بعد الخدمة. يعني اليوم ما بعد خدمة الإصدار، الخدمات اللي نحن بنقدمها يعني كل هالظروف الحالية نحن درسناها من بدايتها لنهايتها. يعني اليوم اللي بده هو بعد ما يصدر يصير معه وثيقة تأمين صحي، إذا راح عمل معاينة أو حتى بده يعمل معاينة صار عنده عارض، فمن خلال التطبيق هو بيقدر يطلب حجز موعد، فهو راح يروح ما انه مضطر يكون عنده انتظار مع الطبيب ضمن عجقة بغرفة انتظار، راح يكون هو رايح على وقت معين محدد بياخذ الخدمة تبعيته. صار معه وصفة طبية بدها صرف، مجرد يصور لنا اياها ويبعتها من خلال التطبيق هي راح توصل لعنده على البيت مبكجة جاهزة بكل المكونات بقلبها. انطلب له تحاليل مخبرية او تحاليل اشعة، بعث لنا الطلب فورا راح على المركز، راح تكون الموافقة واصلة وجاهزة لعند المركز. ما في داعي عاد لحتى ينتظر حامل بطاقة التأمين الصحي معنا من خلال خوري للوساطة التأمينية، ما هو مضطر أبدا صار أنه ينتظر أو يعاني بصعوبة الحصول على أي خدمة تأمينية مرتبطة بالتأمين الصحي. نعم. طيب قد ايه عم تلاقوا فعلا في استخدام لهيدا التطبيق وتفاعل من الناس مؤخرا؟ والله للأمانة الاستخدام والتفاعل ممتاز، يعني الناس كثير عم تتفاعل، برجع بقول لك، والناس عم تطلب. عندنا أحيانا عم بصير موضوع تعبئة الطلب، في ناس بتحب تختصر أو ما بتجاوب تعطينا إجابات صحيحة، فهي عم توقعنا مشكل. فنحن لهيك بنتمنى أي حدا بيعبي طلب أنه يتعاطى معنا بشفافية لحتى نختصر عليه الزمن. يعني نحن خلقنا هالتطبيق لحتى نسهل آلية الحصول على الخدمة بالزمن وبالمكان اللي هو بيناسبه. فموضوع الطلب التأميني كتير نحن بيعنينا، طلب التأمين يكون فيه دقة بالتعاطي بالمعلومات والبيانات، إن كانت البيانات الشخصية أو الأمور المرتبطة بموضوع الحالة الصحية أو الحالة الطبية للي عم يقدم الطلب. واليوم الكل يعرف أنه كل شو من كان وضعه الصحي هو في له تأمين، يعني ما في حدا منقول له ما لك تأمين، ولكن بتختلف الشروط، فيتعاطى معنا بشفافية لنضمن له الخدمة الشفافية. فهذا الموضوع هو الوحيد اللي عم نعاني منه، انه عم تجينا الطلبات احيانا المعلومات فيها ما أنا مكتملة او ما أنا دقيقة. يعني دكتور نقل عفوا نقول لك شكرا كثير لك للمعلومات اللي قدمت لنا اياها وعلى الخدمه يلي اي خدمه هي بتتيح الراحه للناس وبتوفر عليهم الوقت والجهد والمصاري اللي هي كمان اليوم صارت حتى صعب الحصول عليها. حتى عفوا اليوم بتامين المسافر، اليوم بده يسافر وبده يعمل تامين مسافر ويكون فيه ضمن الشروط اليوم بالدول المجاوره عم يطلبوا يكون في تغطيه لجائحه كورونا. نعم. فكمان اللي بده يسافر بيقدر من خلال التطبيق يبعث لنا كل معلوماته الشخصية، بتوصله البوليسة لعنده على بيته، ما هو مضطر يقعد يبرم ويروح على يعمل تجول بالشوارع لحتى أو على شركات التأمين لحتى يحصل على البوليسة، رح توصل البوليسة لعنده وهو عم يستطلع الشروط. يعني اليوم هو عرفان حاله شو التغطية اللي بدها تجي، أرى دخل على التطبيق اطلع على الشروط اقتنع فيها، عنده أي استفسار من خلال التطبيق كمان فيه يسألنا عليه، تمت عملية الإصدار واجته البوليسة لعنده على البيت. نتشكرك أكيد دكتور رامي خوري على وجودك معنا وعلى هي المعلومات. شكرا كثير. شكرا لكم، نهاركم سعيد. شكرا، نهارك سعيد دكتور. شكرا.